بالنسبه للعام بعد الانتخابات دونك مانيش قاعدين نشوفوا في حاجات جديده، مانيش قاعدين نشوفوا في تحسنات. بالنسبه للكوتي معناها سياسه ماكلين بعضهم، بالنسبه للاقتصاد هاك تشوفوا معناها حاله البلاد، المواطنين يعاني والشباب يعاني، فماش مواطن شوف فما حد شيء معناها شنو فما كوتي شويه تحسن في الامن اكثر من هكا ما نعملش نشوفه، بالعكس نحسه في البلاد ماشيه وتزيد تغرق. احنا متشائمين، لا متفائلين ولا متشائمين، فهمني نص نص. لكن الملاحظه الاولى فهمني هو انكم اعلاميين، الاعلام غاب مده عام، يعني كان قبل الترويكا فهمني خنقها خنق، وكان فهمني يحتج فهمني واحد توا فهمني ما عادش فهمني الاحتجاج، ومعناها فهمني ما عادش فهمني واحد. قبل كان كل حركه مراقبه من اي طرف من حكومه الترويكا. فما نوع من الاحباط لدى المواطن التونسي، كان يتوقعوا برشا حاجات، وتوقعوا خاصه من رئيس الجمهوريه نظرا لقوه شخصيته والكل، قلنا توا يمشي البلاد كما نقولوا على السكه. الحكومه تخدم ما فماش رؤيه واضحه، اما اللي ينفخ القلب كان تسمحوا لي بالكلمه هذه هو المواطن التونسي اللي يتمتع بالحريه ما عرفش يتصرف فيها الا ولا قعباجي يسود البلاد. ولا ايش نقول لك، مثلا ما حد شيء جديد هك، ترى العبيد كما هي، الفقر في تونس هو هو، ولا ممكن بتاتر ماشي ويزيد. كاش نقول لك يا اخي، نساء قدام بلاتوات تاكل في بعضها، مساكن القليل واقف يتفرج، ما نعرفش معناتها غيان دو سبيسيال. والله انتخبنا وعملنا شباب يحكي السنه ذولي، ما لقينا من احد شيء، خدنا في تحت الساقيه نحن حاسين، يعني واحد من الناس معناها الاخر 500 الف ماني قاعد نعمل في حد شيء. الدنيا صعبه، ترونسبور ماكله وحق كل واحد ومخه وين يهز حاسين. واحد يستنى في هجره وكهو، امبوسيبل الشباب التونسي راه امبوسيبل باش يكون مستقبله لهنا باش يعيش في البلاد، راه انسى. الامن صلي على النبي، على احسن مرام قاعده تخدم. لقينا حكايه الحكومه ما عطاش حاجه كبيره، البلاد واحله، البلاد ما فيها، ما لقاتش روحها، حابه تصلح تصلح لقات شيء كبير ياسر. اش تحبها تعمل هي؟ لا شيء، لا قدمنا لا وخرنا، قعدنا كيف ما احنا بون بليتو، وخرنا قبل ما نقدموا. ارهاب، مدرا شنيا، اضرابات، عباد قاعده تموت كل يوم، ما فما حتى شيء جديد، البلاد ماشيه وتوخر. بالطبيعه رئيسنا المحلاه البيجي قايد السبسي ربي يفضله لنا، ما عمل شيء، قاعد نهارهم متبزع في القصر نتاعو. ما قاعد يعمل في حتى شيء كغيموندي. تنجم تقول ثم شويه تحسن، معناها فهمت؟ نجم معناها كي البلاد رادت وكما نقولوا احنا ثماش مشاكل، معناها فهمت ولا؟ معناها تسمى باهي صبا، فهمت؟ ان شاء الله في تحسن ان شاء الله. بعد الانتخابات بعام ثم شويه شبه استقرار في الامن درجه اولى. الأسعار بدأت تتراجع شيئا فشيئا، ثم شوية تتاحن على السلطة، فهمت؟ تعرف الناس الكبار ماذا بينا يبعدوا على هالتتاحن هذا، فهمتني؟ ومصلحة البلاد فوق كل شيء، فهمتني؟ إيش باش نقول لك، تونس ربي يسب اللي عليها لطفك، ما نقولوا احنا العبيد الكبار، أما صدقني وعود برشا وفما برشا كذب، وينهم اللي وعدونا؟ احنا سمعنا خير وقت توا ولات الناس تحب تسترجع بطاقات الانتخابات، علاش؟ انتم ولاد تونس وشديتوا الكراسي، اخدموها، راهي بلادكم، راهي هي مستقبل ولادكم، وما تستاهلش تونس باهيه راهي. البلاد سافا، خليهم الحكومه تخدم على روحها، الزيوم العراقيل يعملوا في العراقيل وفي فهمتني، خليها تخدم على روحها من غير عراقيل، ونحاسبوها من بعد، نزيدوها عام اخر ونشوفوها. فما الناس قاعدة تحب تطيح الحكومة، فما أحزاب تحب تطيح الحكومة. مارينا حد شيء باهي، نسمعوا كان في البلاتو سياسة 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 باش نحسنوا باش نقيدوا الحاجة الفلانية باش تولي أفاق في الشغل بالنسبة للبطالة، ما فما حد شيء. بالعكس الوضع قاعد ماشي يتدهور، لا فما مراقبة في الأسعار،
لا فما نظافة في البلاد، ما فما حد شيء. بعد عام الانتخابات فما شوية تحسينات، يعني فما خدمة من قبل الدولة ومن قبل الحكومة خير من العام الأسبق يعني. لا صحيح صحيح، تونس جو عليها ما عادش تقوم لها قائمة صح. علاش؟ خاطر رجعنا كما قبل وأسوأ من قبل، رجعنا أكثر من قبل، تعبين أكثر من قبل ببرشا، فهمتني؟ حتى في الأوضاع أكثر، في الاقتصاد طايح أكثر، في السرقة كثرت أكثر، في الرشوة كثرت، كل شيء ماشي بالتوالي، والمنظومة هي بيدها رجعت لقديمة وأسوأ من قبل وكها. بصراحة التالي لا سهل قديم، مازلنا ما قدمناش حتى خطوة. هك تشوف معناها من كل ناحية، من غلو، من مشاكل، من شنو اللي قاعد، ما تفرح حتى شيء. لو عبد حتى باش يقضي قضية ما ينجمش يقضي كما يحب هو، مستانسين نهزوا قفيفة ونقضيوا اللي كتب من ربي، توا ما عادش ولادي شنو اللي فيها.